كنا حكينا قبل بمرة عن الفضايح المالية اللي عم بتصير عنا بالبلد وعن الفضايح والمصايب الأخلاقية. يومها قلنا يا عمي كل فترة بنسمع بفضيحة بينشغل فيها البلد أسبوعين ثلاثة ثم بتطلع فضيحة غيرها وهكذا دواليك. بذكر يومها سألت مين منا بيعرف وين رح تطلع فضيحة جديدة تنسينا اللي مرقت؟ ما حدا لكشني، بس اليوم أنا رح أعلن عن جائزة حرزانة للشخص اللي بيعرف الجواب عن هالسؤال. كم يوم رح ينشغل البلد بالفضيحة الجاية؟ بعتقد إنه كمان ما حدا رح يلكشني. شو بعمل بهالحالة؟ جارتنا اجاها مكتوب من جوزها وجارتها كانت عم تقرأ لياه، وصلت لمطرح ما عرفت تقرأ الخط. قالت لها على كل حال تشطفي على سبيل الاحتياط، روحوا تشطفوا. هذا رأيي، فكر فيها.